ليش جالس اسوي هالتحدي؟ لان هذه سلسله متابعين. شو يعني سلسله متابعين؟ اكتبوا لي كومنتات اسوي التحديات ايزي. فهذا التحدي هاكو شو قال؟ تحدي جديد، نقز الكره براسك 20 مره. ايزي يعني حسب ما كذا كان التحدي سهل فبنسويها بطريقه اصعب. وهي هي يعني لسنا في الفيديو كان اصعب، وايد اصعب. يلا نسير نجرب. بس هذه اخف واحده فيها رمل. امس كل الرمل في عيوني. شباب ما اقدر اشوف فوق، ما اعرف ليش رمل في عيني. ترضون شي؟ واحد عشرين. كله رمل في عيوني. من ثلاث محاولة جبتها حسن مكي، لازم اصعب. نسير للتحدي الثاني ونحن جالسين، نقدر نجيب 20 حسن مكي اصعب لازم. احتاج في عيني شوي ماي. ليش بتكون تحت وانا جالس اصعب؟ لان ما بقدر اتحرك، شفتوني يعني وانا قاعد انقز براسي رجعت على ورا، صرت يمين صرت يسار وانا جالس الحين. شي زين؟ يا كريم. اول شيء اهم شيء شيل الرمل. كيف هاي؟ كيف اول اساعد قدام؟ رجع. احس شكلي يضحك انا جالس اسوي. لازم انقزها مو بشي بس. كيف هاي؟ شيل. ونقعد وين؟ فوق. رمل في عيني، رمل في عيني، كله رمل في عيني. شو تلعب طائر؟ لا لا على الرمل. علقت. ما تسيري ورا. زي ما ضربتها براسي انتبهتوا؟ كله رمل. شوف ايش قد رمل. هكا كله في عيني. نتدرب حق طائرة في الدور الرمضاني. كيف اردها كيف؟ شو اسوي؟ تسدح بعد خلاص؟ اتربى ممكن ينفع صح؟ يمكن. ما تنحسب اذا خليتها على راسي او انها 20 ثانية ولا 30 ثانية عالقة. تنحسب ل 20. غير كرة غير كرة غير كرة. هذه تبين افضل بس تبين فيها رمل ازيد صح؟ ما تساعديني يا الكرة تبين عليها طيوبة هاي صح؟ زين الكرة بس فيها رمل خفيف ما راضي يطير. حتى تدريب بالطائرة ما ينفع. كله كله شوف عمل هكو صح؟ شوف احاول اشله شي ما ينشل. حط ايدي تحت كله رمل، حطها هني يعلق الرمل. شيل الكرة الثانية هاي بعد زين. شوف شوف زين. بس ليفربول ما بنستعمله. حبيبي مانشستر يونايتد نشجع، ليفربول ما نحطه فوق راسنا. نشوته اي عادي. نرد له هالكرة. هالكرة زينة بس مشكلتها يعني لا تشوفون يعني. دونت جادج مي. اوكي عندي هاي من كم سنة. كنت ابغى اجيب كرات ثانية بس يعني يبالي اصير اخذ كرات ثانية عشان استعملها في التحديات. اوكي بس يلا مشوها لي هالمرة. وهي يعني صرت اشتريت كرات وبتشوفونه في التحديات الجاية. انغش انغش شوي نرتفع. كملنا 20 دقيقة تشوفون رمل في عيني، وايد رمل في عيني. بس لازم 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 اجيب 20 عشان اخلص الفيديو. لازم اجيب 20 ما نخلص الفيديو. 20 ما
وانا جالس. تحسبونها صح؟ من الرجال نحسب. سوي التحدي وايد صعب علي وانا يبقى واقف احسن اسهل صح، رمل في عيني بس نقدر نكمل. هذا التحدي كان من حسن مكي. حسن مكي كم؟ 49 578. شوفوا هالفيديو كان تحدي عارضه بالكعب، شوف في العارضه. ترقبوا الفيديوهات الجايه، التحديات الجايه، اكتبوا لي في التعليقات بسوي تحدياتكم. سووا انتوا بعد كثير الكومنتات، سووا لايكات لاي تحدي حسيتونه حلو. ازيد الكومنتات اللي عندهم لايكات هذا اللي باخذهم وبسويهم، لان تحديات بزياده بنسويهم كلهم ان شاء الله.